عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في كوزين بي منو. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. رجعت لكم فيديو جديد، رسالة جديدة. اليوم مش نعملوا مع بعضنا نوع من انواع الحلو التونسي اللي هو المينيارديز. طريقته راهي سهلة وبسيطة، برابار يتباع في عند اللي بيعوا معناتها الحلو والكل، اسوام مباهضة، مي نجمو نعملوها وحدنا في الدار اقل التكلفة، ونتحصلوا على حويجة ياسر مزيانة وبنينة. دونك يلا تبعوني واكتشفوا طريقة التحضير والمقادير. اللي تزور القناة أول مرة نقولها مرحبا بك، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ويلا تويكا نبداو في الريسيت متاعنا. عنا زوز مكونات اللي هما أساسيين، اللي هو السكر تركان. يتباع هذيك السكر عند اللي يبيعوا مستلزمات الحلويات، وراهو ميجي كان بهذاك السكر. وعندنا لوز إفيلي. دونك بالنسبة للسكر عندنا 150 غرام سكر، عليهم 130 غرام لوز إفيلي. هذوما هكا زوز مكونات نجمو تعملو راهو قد اللوز قد السكر. مي كي تعملو السكر أزيد شوية من اللوز تجيكم هكا الكعيبة معلكة واخدة حقها معناتها في السكر. دونك نحركهم هكايا بالباهي بالباهي مع بعضهم، لازمهم يمتزجوا زوز بالباهي مع بعضهم. وتويكا مش نرميوهم في القالب، ديجا القالب متاع المينيارديز زادا سبيسيال نختمو به المينيارديز اللي هو النيميرو متاعو 09، هو كيتباع عند اللي يبيعو مستلزمات الحلويات. خذيتو من سوق الحدادين صفاقس ب 12 دينار القالب. دونك تويكا مش ناخو القالب متاعي ومش نعبيه، كي نعبيوه لازم الكعيبات نعبيوهم بالباهي بالباهي، معناتها هذاك المول نعبيوها نحطوها ببومبي الكعيبة، خاطر من بعديكا كي مش ندخلوها للفور مش يزيد يتقلص الحجم متاعو. سهلة الطريقة وما في حد شيء، بالحق راهي طريقته سهلة سهلة ماهيش صعيبة. وهكي يا حويجة كما قلت لكم مزيانة لأفراحكم المناسباتكم، هكي علاش لا تعملوا حويجة وحدكم. حتى من التكلفة كما قلت لكم تجيكم أقل من اللي مش يتباع في الأسواق. ديجا نعرفوا الأسواق متاعو باهظة بالباهي بالباهي. دونك هذه هكا المول متاعي بعد ما عبيته كما قلت لكم بالباهي بالباهي خليته هكا كما تلاحظوا بومبي، وهذه اللي بقالي نردو بينا نغطيوها بابي سولفا ونحكموا عليه الغلق بالباهي بالباهي، على خاطر السكر هذيك حساس وانو فوا هكا يشم شويه هواء فيسع فيسع ما يتحجر. دونك هكا كما ريتو سكرته بالبابي سولفا بالباهي بالباهي. وتويكا مش ندخلو يجيب في الفور، لازم يكون مسخن مسبق على 150 درجة من با 4-5 دقايق، والكعيبات المينيارديز متاعنا يكونوا حاضري كما قلتلكم درج وسط نار من اللوطة والفوق وعلى 150 درجة. اهوكا ردوا بالكم ديما عينكم ميزانكم في المرحلة الاولى، اهوكا دوب هكا بدا يعطي الكولير متاعو وانا خرجته ومش ننزل عليها كي بذيك تاع العسل. ديجا هذيك اللوح نجمو تعملو حتى بهكايا بأي حاجة عندكم قلقال ولا أي حاجة الطرف معناتها متاع القلقال، المفيد أنكم تضغطوا عليه بالطريقة هذه باش نعطيو هذيك الفورم اللي من الوسط باش من بعديكا نحشيو كعيبات المينيارديز متاعنا. أهوكا ساهلة الطريقة وبسيطة وما فيها حتى شيء كيما ريتو. والعملية هذه لازمها تكون بسرعة على خاطر فيسع فيسع زادة ما يبرد، ومعناتها ما ياخذش برشا وقت فيسع ما يبرد، لازم هو سخون واحنا نعملوها العملية هذه. اللي وصلت معي المرحلة هذه من الفيديو فضلا وليس أمرا ما تنسينيش في جيم مهم برشا باش يطلع لي في نسبة المشاهدة للفيديو. اهو كديما ندلل عليكم جيست هكايا جيم صغرون وانتم ما تتفرجوا. بالطبيعة نستنى تعليقاتكم المزيانة اللي ديما مشجعتني، متتبعات متاعي الوفيات، محلاكم محلى كلامكم، ربي ان شاء الله يعطيكم على قد قلبكم الناس الكل. اهوكا بعد ما كملت كيما قلت لكم عملت هذيك الحفيرة ودخلته للفورمين بهكايا كيما قلت لكم دقيقتين اخرين
جستها كمان باخذ لون هكا دوري شوية، ما نحمروهاش برشا، نخليوها هكا الكولير متاعو فاتح هكي كان نستحفظوا على البنة والجو متاع الكعيبات المينياتيز متاعنا. ولهنا بعد ما برد بالباهي بالباهي لازمو يبرد بالباهي بالباهي باش نحيوه من القالب. وهذه هكا الشكل متاعو، شوفوا ما شاء الله ياسر مزيان هكي بالحق. شخت عليه من الكعيبات المينياتيز هكا كي طيبتهم الحقيقة أول مرة نطيبه، وأهو كانت شفتوا فيديو من الأول، وزيدوا احكموا أنتم قولوا لي رأيكم في كومنتات. دونك هذو ما هكا المول الأول اللي طاب، كما قلت لكم بعد ما بردته ونحيته خليت المول الثاني متاعي يطيب، وتوجيت معكم مش نحشيو الكعيبات المينياتيز متاعنا. هذه هكا البراليني كروكون يتباع حاضر عندي اللي بيعوا مستلزمات الحلويات، خذيته حاضر جاهز من عند ربيع سرقيت الدير. كما قلت لكم 100 غرام تاعو راهي ب 7000، نجمو تعملوه حدكم. مي هاكا انا خذيته حاضر، وعندي هذيك بات نتاع نوازيت كيف كيف قليتها ورحيتها خليتها كي بات، ما خليتهاش لين قرت زيتها كومبليتمون. عندي شويه جليكوز باش نلصق به الكعيبات البوفري، ومن بعد ما قصيتها قليتها بالطبيعه وقصيتها هكايا شطار. عندي هذه هكا طريقه اخرى للتزيين حبيت نوريها لكم، خذيت شويه من البوفريوه وعندي شويه نكري هكايا لفيتهم في النكري يعطوني مشهد مزيان وهكايا يبداو هكايا مزيانين. بتبيع طريقة التزيين والحشو انتم تختاروا والجو اللي تحبوا عليها، راهو يتباعوا برشا انواع متاع هذيك الكروكون كيما قلت لكم سبيسيال اللي تعبيو به المينياتيز، نجمو تاخذوها حاضر كيما قلت لكم من عند اللي يبيعوا مستلزمات الحلويات. فما اذواق متعدة، فما فستق، فما ذوق الكراميل، فما هذيا كال الكروكون عفوا متاع النوازات. كما قلت لكم راهو تنجموا تعملوا حتى وحدكم تحشيوها بالشوكولاته وتعملوا بوفريوه هكايا مهروشه وتخلطوها مع الشوكولاته وتعبيو بها الكعيبات المينياتيز نتاعكم. حاسيلو تنجموا تعملوا براليني لوز، براليني فستق، اللي موجود عندكم والكل اللي تحبوها انتوما تنجموا تحشيو بها كعيبات المينياتيز نتاعكم. دونك كما ريتو خذيت عبيت الاول مره كعيبات المينياتيز نتاعي بهذاك الكروكون اللي شريته حاضر، وتويكا مش ناخذ هذه البات نتاع النوازيت اللي قلت لكم هكايا جست نعملها بول هكايا صغرونه ونرميها هكيكا. تنجموا راهو كعيبات المينياتيز نتاعكم تعديوهم هكا على الصفيه وهكا الاشفار هكايا تقاوموهم. مي انا هكا حبيتها مزيانه الكعيبه معناتها خليتها على طبيعتها، وانتم لكم الحريه كيفاش تحبوا تسمحوا الكعيبات نتاعكم ولا باش تحشيوها كما قلت لكم. بالنسبه لي انا اليوم عملت ذوق واحد فقط جست هكا باش وريتكم الطريقه. بالحق كما نعرفوا احنا البوفريوه راهو بنا لا يعلى عليها بنينه، واهو كحويجه سهله وماهيش مكلفه. نجمو راهو حتى المينياتيز تعملوها بالزلجلين يصير، راهو تنجمو تعملو زلجلين والسكر كروكون هذيكا وتطيبوها بنفس الطريقة وتجيكم زادا كعيبات مينياتيز اثنين على الاخر. هذه هي هكا الجليكوز، عملت بغير فالجليكوز حليتها هكا في قطيرة ماء رميتها في الميكرووند باش هكا تجانسو مع بعضهم، وتو مش نرمي كعيبات البوفريوة متاعي هكا الاشطار في وسط هذيك الجليكوز باش يلصقوا ومام تو يعطينا هذيك اللمعة المزيانة. تنجمو تزينو كيما قلت لكم بوفريوة، تنجمو فستق، تنجمو اكاجو، راهو الزينة كيما قلت لكم انتوما هكا تعملوا الزينة اللي تحبوها انتوما. بالحق ما تستصعبوهاش راهو ساهل وبسيط وما في حتى شيء. بالنسبة للسعر متاع السكر 100 غرام ب4000 ماهوش غالي برشا، وهو كما ان شاء الله تحصلوا على كعيبات مزيانين بريزونتابل كما قلت لكم تنجموا هكايا تعملوها حدكم في المنزل. اهو كان غطس كل هكايا اشتير في هذاك الجليكوز ونزين الكعيبات بتاعي بالطريقه هذه. وبعد كان عندي زاده كيف كيف فوي دور مش نزيد نزين بيهم الكعيبات باش يزيد يعطيهم هكايا توش ياسر مزيانه. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره، ان شاء الله يكون عجبكم الاقتراح.
كيما قلت لكم خليوا لي رايكم في كومنتير. هاو كلهنا بعد ما كملت عبيت عملتهم هكيا بالبفريوات ومش ناخو هذيك الفيدور ومش نزيد هكيا نعطيهم هكيا توش مزيانة بالحق يعطيهم منظر ومشهد ياسر ياسر مزيان كعيبة جي ياسر مزيانة بريزونتابل محليها كيف كيف في البنة نودكم ولا نشهيكم ياسر بنين. نتمنى بالحق انكم تجربوها وتعطيوني رايكم في كومنتير انو فو عملتوها علاش لا تخليوا لي التطبيق نتاعكم لي روتور نتاعكم على الجروب فيسبوك كوزين باي منو كيف كيف ندلل عليكم بارتاجيو الوصفه بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعمل فائده. لو طويكا مش نزينه بكعيبات البوفريوة اللي كما قلت لكم زينت بالنكري بالحق عطاو زيدا مشهد ياسر ياسر مزيان. وهذه هكا وصفتي كانت اليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وفي وصفة قادمة ان شاء الله. بسلامة.